بحضور فعاليات رسمية واجتماعية افتتح معرض فني لمشغولات نزلاء سجن حمص المركزي في قاعة المعارض بالمركز الثقافي في المدينة، ضم لوحات فنية ومشغولات يدوية من أرابيسك وخرز ورزين وألبسة. قمنا بإعداد وإقامة هذا المعرض بمديرية الثقافة بإحدى قاعات مديرية الثقافة حتى يظهر أعمال السجناء ونشاطاتهم داخل السجن، حتى نقوم بإظهاره للمجتمع المدني للمجتمع المحلي. هذا المعرض يعتبر مرآة نقية وصادقة لعمل السجناء وحياة السجناء داخل السجن. نحن هدفنا كمديرية شؤون اجتماعية وعمل رفد للمجتمع بكوادر منتجة وفاعلة، فوجهنا جمعية رعاية المسجونين لتنمية مواهب وقدرات النزلاء والنزيلات بالسجن بحرف ومهن ممكن يستفيدوا منهم بعد إخلاء سبيل إطلاق سراحهم من السجن. المعرض بيتضمن مشغولات نزلاء السجن ونزيلات السجن من الأرابيسك، الخرز، الصوف، الخياطة، الرسم. الهدف من المعرض هو بيعطيهم شعور ربطهم بالمحيط الخارجي للسجن بمحيطهم هني، والنوع والهدف الثاني اللي هو بيتضمن مردود مادي عليهم. طبعا الجمعية بتقدم كافة الخدمات للمساجين الفقراء بالسجن، بتقدم معظم المواد الأولية اللي عم نشوفه اللي أنتجت العمل، بتقدم عمل للمساجين. هلأ نحن عندنا بالسجن تقريبا بحدود 25% من مساجين السجن عم يشتغلوا بالجمعية ضمن فرص عمل معين ضمن الورشات. هلا كمعرض كتير كتير حلو، شغل مرتب، هذا الشيء بيساعدهم بكرة بس طلعوا على الحياة الاجتماعية الخارجية لبرا كاندماج بالمجتمعات. يعني شيء رائع جدا، يعني الشغل مبين انه تعبانين عليهم وعاطين كل قدراتهم، فإذا بيستفادوا من هالقدرات لبعدين او للخارج او مشاركة تانية بمعارض تانية. المعرض يأتي ضمن خطة وزارة الداخلية لتحويل السجون إلى مراكز تأهيل وإصلاح وتعزيز تواصل النزلاء مع المجتمع وتأمين مردود مالي، إضافة إلى تمكينهم من مهنة حين خروجهم ليكونوا أشخاصا فاعلين في مجتمعهم. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص.